اللي هو شوف اللي مصورين هما الاول زيدهم كاين شوف لا بحال دابا هذا واش تقطع بواحد جميل غير تقول لي شوف لا ماشي هذا اللي فوق سمع من صافي هذا شنو المهم كان من على اي الأمن الممتاز دريس المساوي المسؤول عن الخلية الولائية للحملات التحسيسية بالأوساط التربوية. اليوم هنا في هذا الحلبة وفي هذا الورش اللي راكم كتشوفوه مهيئ بشكل استباقي من أجل توفير جو مناسب للتلاميذ باش يفعلوا دروس نظرية اللي كنا تنزورهم في المؤسسات ديالهم وتنعطيهم مجموعة ديال الدروس كفيلة باش تزودهم الغايات الأساسية من وراء استعمال الطريق بشكل آمن. إذا كانت سابقا حصص نظرية كنقوموا بها على مستوى المؤسسات التربوية، والآن جاء التزامن مع اليوم الوطني للسلامة الطرقية اللي هو اليوم، وكنحاولوا نشوفوا مدى الاستيعاب ديالهم للدروس النظرية، مدى الاستجابة ديالهم للتطبيق ديالها والتنزيل ديالها على أرض الواقع، في إطار أنه كل تلميذ ما يكونش مستقبلا سواء موضوع حادثة سير أو اللي يكون هو سبب في ارتكاب حادثة سير. كتشوفوا راه كاين المشاركة معنا أكثر من 15 مؤسسة تربوية فيها التعليم العمومي والتعليم الخصوصي مرفوقين بالدرجات الهوائية ديالهم من أجل يعني المشاركة في هذا النشاط اللي كنهدفوا من ورائه لتحسيس هاد التلاميذ باهميه استعمال ممر الراجلين، باهميه استعمال الدراجه الهوائيه بتوفرها على التجهيزات الاساسيه بما فيها او لا كنركزوا فيها على الخوذه وما قد يرافقها من اشياء تساعدهم على استعمالها بشكل امن من خلال استعمالها في اقصى اليمين، من خلال احترام التشويرين العمودي والافقي، وكذلك كنركزوا دائما على انه يكون التعامل مع الدرجه الهوائيه بشكل سلس وامن من خلال اذا كانت مجموعه يمشيوا بشكل اللي هو متسلسل يعني واحد ورا واحد باش ما يملؤوش الطريق، وكيف قلنا سابقا باش ما يكونوش هما اسباب ديال حوادث السير او يكونوا هما مواضيع ديال حوادث السير. كان سيتي باص اليوم الوطني للسلامه الطرقيه بشراكه وتعاون مع ولايه امن فاس، والهدف من هذا الحدث هو التوعيه والتحسيس للسلامه الطرقيه تحت شعار السلامه الطرقيه تربيه وسلوك. هذا الاحياء ديال اليوم تيجي في اعقاب تكوين تلقى وثائقي ومراقبي الشركه على يد اطر الكفاءه لوليه امن فاس التي اشيد بها واتقدم لها بالشكر على راسها السيد ولي الامن بفاس وايضا السيد المدير العام للامن الوطني. هذه الدروس اللي تمت على مدى اسبوعين وشملات تكوين في احترام قانون السير والاهميه ديالو وايضا السلوك والمعامله يعني المواطنه بصفه عامه، وهذا اليوم فهو تتوج هذا العمل اللي قمنا به خلال اسبوعين واللي تيبقى فيه الشكر موصول لجميع اطقم ولايه امن فاس، وهذا الشيء تيدخل في اطار الاستراتيجيه ديال الشركه يعني هذا التكوين تيدخل في اطار الاستراتيجيه ديال الشركه الراميه الى الاستثمار بالتكوين في العنصر البشري من مستخدميها بهدف الارتقاء بجودة الخدمات يعني بما يلبي ويحقق انتظارات الساكنة وكافة المواطنين بمدينة فاس. شنو استفدتي ولدي من هذا اللقاء؟ استفدنا من هذا اللقاء طريقة العبور الطريق بشكل صحيح واحترام ممر الراجلين. شنو اخر؟ والقوانين اللازمة
السلامة الطرقية. نعم. احنا جينا اليوم صفتنا اطفال نقدروا نكونوا غدا ان شاء الله مستعملي الطريق، سواء كنا سائقين ولا راجلين. جينا وتعلمنا قواعد مرور. شكر لسيد عبد العزيز بجدوري، صاحب بجدوري، مؤسسه بجدوري تعليم السياقه. علمونا مزيان كيفاش نديروا نعبروا الطريق، كيفاش نستعملوا الشروط باش نكونوا مستعملي الطريق. كنحاولوا انه ما يكونش حوادث ان شاء الله. وشكرا. عزيز بجدوري صاحب مؤسسة بجدوري لتعليم السياقة بمدينة فاس، إسهاما من المؤسسة في يعني في الجانب التحسيسي للتلاميذ يعني في السلامة الطرقية، كتنظم المؤسسة بشراكة مع ولاية الأمن ديال فاس يوما تكوينيا لفائدة التلاميذ ديال المدارس ديال القطاع العام، وتخلتها شكلين، الجانب النظري والجانب التطبيقي. الجانب النظري اللي هضرنا فيهم على قانون السير وعلى ضرورة احترام قانون السير الممرجين بالأخص، والجانب التطبيقي كانت فيه مسابقة احترام قانون السير. Thank you.